أعزائي مستمعي ومشاهدي إذاعة صوت الرب، لقاؤنا بيتجدد مع لقب جديد من ألقاب مريم العذراء. والنهاردة هناخد لقب مريم العذراء، هي عصا هارون. مين هو هارون؟ هارون هو أخو موسى، وكان كاهن من سبت لاوي. وزي ما بنعرف إن الكهنوت كان محصور فقط في سبت لاوي. وبيحكي لنا سفر العدد الإصحاح 16 إن كورح وداسان وأبيرام اتمردوا على موسى وهارون وطمعوا في الكهنوت. وبنشوفهم بيقولوا لموسى وهارون في العدد 3، الإصحاح 16 العدد 3 الآية 3: حسبكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما تترفعان على جماعة الرب. كده يعني هما بيقولوا لهم انتوا ليه شايفين نفسكم علينا؟ ليه انتوا واخدين الكهنوت لنفسكم فقط؟ أليس الجماعة كلها مقدسة؟ وبعد كده بنشوف ان الجماعة والمتمردين أصابهم وباء، ومات منهم ناس كتير، بس مش وباء كورونا، كان وباء تاني. فبنلاقي ان موسى وهارون رغم ان المتمردين كانوا قايمين عليهم، الا ان موسى وهارون يتضرعوا ويطلبوا من الله انه يرفع الوباء، وبالفعل شفي الشعب. ولما بنكمل في سفر العدد الاصحاح 17 بنلاقي ان الله امر موسى ان كل سبت من اسباط اسرائيل ياخد منهم عصايا تمثل السبت ويكتب اسم السبت على العصاية، وياخد كمان عصاية هارون ويكتب عليها اسم سبت لاوي، ويتحط العصيان كلهم مع بعض في خيمة الاجتماع. زي ما حكينا اللقاءات السابقة ان خيمة الاجتماع تمثل حضور الله. وقال لهم العصايا الجافة الناشفة اللي ما فيهاش حياة اللي هتزهر وتفرى هي اللي بيختارها الله، فبالتالي تمثل السبت اللي هيجي منه خدام الهيكل أي الكهنة. وفي اليوم الثاني دخل موسى خيمة الاجتماع وبيلاقي المفاجأة إن أحد العصيان أفرعت، وكانت عصا هارون من سبت لاوي وأزهرت وأنبتت لوز، زي ما بنقرأ في سفر العدد وبيقول: وفي اليوم التالي دخل موسى إلى خيمة الاجتماع فوجد أن عصا هارون التي تمثل سبت لاوي قد أورقت وأخرجت فروخا وأزهرت وأثمرت لوزا ناضجا. والله أمر موسى أن ياخد العصاية عصا هارون ويحطها في تابوت العهد. تابوت العهد رمز حضور الله، زي ما شفنا في أحد اللقاءات حول لقب مريم العذراء تابوت العهد الجديد. وبنقرأ في سفر العدد الإصحاح 17 الآية 10: قال الرب لموسى رد عصا هارون إلى تابوت العهد واحفظها لتكون عبرة للمتمردين فتكف تذمراتهم عني لئلا يهلكوا. يعني بيقول له علشان يبطلوا التذمر، والتذمر على الله يؤدي إلى الهلاك. في ثقافة بني إسرائيل كانت العصا ترمز للسلطة الرعائية والقيادة الروحية. هي العصا اللي بيستخدمها الراعي عشان يصحح ويوجه القطيع بتاعه عشان يورديهم في المكان اللي هو عايزه. والكاهن هو راعي، الكاهن هو قائد يقود قطيع الله مش نحو نفسه ولكن نحو الله. والنهاردة أباء الكنيسة بيشوفوا إن مريم العذراء هي عصا هارون. ليه؟ لأن عصا هارون اللي اتوضعت في خيمة الاجتماع وأزهرت وأثمرت ثمرا من غير ما بيكون فيها زرع أو مية، كذلك هي مريم العذراء برغم بتوليتها أنجبت لينا يسوع المسيح بدون زرع بشري. كل ده إشارة إلى بتولية مريم العذراء، وأخرجت لينا ثمرة الحياة أي يسوع المسيح اللي بتجسده من خلال مريم العذراء أعادنا إلى حلتنا الأولى وكرامتنا الأولى. والنهاردة
احنا كمان مثل عصا هارون ومثل مريم العذراء التي تمثل عصا هارون. إذا قبلنا نعمة الله فينا زي ما مريم العذراء قبلتها وتفاعلت معاها، بنتحول من عصيان جافة بلا حياة إلى عصيان مزهرة، ونحمل داخلنا يسوع المسيح ثمرة الحياة. زي ما مريم العذراء حملت وحبلت بيسوع المسيح وأظهرت لوز يسوع المسيح وقدمته للعالم. ولكن ليه اللوز؟ ليه اختار الله والكاتب الملهم كلمة لوز؟ ليه؟ لأن اللوز بيكون عليه قشرة خارجية قاسية وناشفة وما بتتكلش وما فيهاش فايدة، ولكن بناكل اللي جواها اللي كله مذاق رائع وكله فايدة. احنا كمان لما بنتفاعل مع كلمة الله في حياتنا بننبت ونصبح مثل اللوز، بننزع عنا الإنسان القديم القشرة الناشفة آدم الخاطي، وبنلبس الإنسان الجديد ويبقى علينا طعم حلو زي طعم اللوز. يعني بنلبس الإنسان الجديد المسيح القائم، زي ما بنقول أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم. وزي ما بنقرأ في رسالة العبرانيين، وضعت هذه العصا عصا هارون مع قسط المن ولوحي الشريعة في تابوت العهد. زي ما تكلمنا في لقائنا السابق مع مريم العذراء هي تابوت العهد الجديد، بنشوف ان مريم العذراء ايضا بتلقب بلقب قسط المن. قسط المن يعني ايه؟ يعني الكأس اللي بيحوي المن السماوي. المن السماوي هو لما كان الشعب الإسرائيلي جعان الله أنزل من السماء المن السماوي عشان يأكله عشان يشبعه. ومريم العذراء حبلت بيسوع المسيح الخبز السماوي النازل من السماء، زي ما يسوع بيقول في الإنجيل حسب القديس يوحنا: أنا هو خبز الحياة النازل من السماء. آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أما أنا الخبز النازل من السماء، كل من يأكل منه يحيا إلى الأبد. وكمان بيقول أنا هو الخبز، والخبز أعطي العالم جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. مريم العذراء أيضا بتسمى بلوحي الشريعة. يعني إحنا كده النهاردة بنشوف مريم العذراء عصا هارون، قسط المن، لوحي الشريعة. ليه؟ لأن لوحي الشريعة الله كتب عليهم بإيده الوصايا الإلهية وعطاهم لموسى. فمريم العذراء تحتوي أيضا كلمة الله، ولكن مش المكتوبة على حجر، ولكن كلمة الله الحية، كلمة الله اللي تجسدت داخل مريم العذراء. عشان كده إخوتي الأحباء، النهاردة كل ده قسط المن، لوحي الشريعة، عصا هارون اتحطوا في تابوت العهد، في خيمة الاجتماع، في قدس الأقداس. وكل دي ألقاب أطلقتها الكنيسة على مريم العذراء زي ما تكلمنا في اللقاءات السابقة. بتمنى لكم يوم سعيد مع مريم العذراء، وبدعوكم غدا إن احنا نتقابل مرة تانية ونتأمل في لقب جديد من ألقاب مريم العذراء. آمين.